السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سيف، عظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شنو برنامجكم اليومي خلال شهر محرم الحرام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخفيفا للآية الكريمتين، الأولى تقول ذلك وقد يعظم شعائر الله فيها من أقوى القلوب، والثانية وقد أحمد خير الله برنامج اليوم الأستاذ العزيز هو يفتح إن شاء الله المجلس الساعة 8:00، نبدأ بقراءة القرآن في 5 دقائق، ثم محاضرة دينية توحيدية ثقافية، ثم بعد ذلك تكون نقليات، ثم زيارة الإمام الحسين البعد، ثم دعاء الفرج، ونختم إن شاء الله بالدعاء للمؤمنين وللعراق.